واحد من يعني من أولاد خالي نازلين فيها سبحان الله مهددينه قبل ما يدفع المبلغ إنه صار يقولون إنه فيها نصب وما عجبتني وكذا وهيك، مجتمعين علي بمنطقة بالفاتح وبدهم يعني مثل شبيحة يعني بدهم يعملوا عليه من الشركة نفسها بدهم يحددوه؟ نفسهم من الشركة جايبين سيارة سودا وفيما هيك شبابيكة وكذا ونزلوا عليه ويعني نظارات وكذا. كانوا كمان ينبهونا يقولوا لنا ما بصير تحكي ما بصير تذكر اسم الشركة قدام العالم، حتى ما بصير تحكي على سلبياتها، ما بصير اسم الشركة وما بصير كمان تحكي على سلبياتها، وانه اللي بيحكي على سلبياتها ممكن يطرحها لسوريا وبياخذوا منه هالكملك يعني بهالمواضيع هي. وحتى كمان يعني ذكرونا قصه انه في شخص انه حكى على هي الشركه قام انه رحلوا على غازي عنتاب يعني، وهو مقيم باسطنبول، انه نشر على الفيسبوك انه هي يعني شركه نصب واحتيال واستغلال للناس. اذا حدا حكى على الشركه انتقد بيرحلوا ايه هيك كانوا يقولونا. فيك تذكر اسم الشركه؟ ايه شركه كيوري.